مناشدات من سكان منطقة سبع قصور بسبب مياه الأمطار ببغداد، ومطالبات بإعلانها منطقة منكوبة بعد انهيار عدد من المنازل فيها ومصرع اثنين من سكانها صعقا بالكهرباء. فلنشاهد. السلام عليكم اخوان، هاي المنطقة منطقة سبع قصور صار لها 12 يوم فايضة، ما حد وصل، لا امانة بغداد، لا مسؤول، لا مجلس بلدي، لا محافظة بغداد، والعالم دا تنام بالسطوح. ليش؟ لان المي طاب ببيوتهم وغرقانين وثلاجاتهم ومجمداتهم وطباخاتهم وكلها. المنطقة منكوبة واكثر من 500 عائلة بهذا الشارع، والشارع اللي بصفه كلها طالعة ومتهجرة، وهاي الناس دا توجه رسالة للحكومة والحيدر العبادي. شو تدري تقولون؟ احجوا 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 عمي الناشد رئيس الوزراء يجي لهاي المنطقة، ما عندنا غيرها، بس رئيس الوزراء، بس حيدر العبادي، ترى هذول كلهم مجلس بلديها وكلهم ما بيهم خير. الناشد احنا رئيس الوزراء ماكو غيره يتدخل بهاي المنطقة يجي ينقذها، منطقة منكوبة، اثنين ماتوا بالكهرباء، وهسه والحبل على الجرار، لحد الآن، والبيوت كلها وقعت، كلها وقعت البيوت، والناشد احنا الشرفاء، المسؤولين الشرفاء.